اسمه ماما بالكامل هو هند محمد المؤيد. هند محمد المؤيد يوم شهر ميلادها مايو 16 16 5 برجها الثور. كبرج الثور. تاريخ جواز بابا وماما هو شهر 8 8 8 8 2005. لون المفضل بتاع ماما هو الاخضر. بحب اللون الاخضر. اسم دلع بتاع ماما هو هنودة او دودو. هنودة. ممثلها المفضل هو منى الشلبي. بحب عادل إمام. مين أكتر صاحبة ليها؟ أكتر صاحبة ليها هي أنا. هي طنط كريمة وأخويا هيثم. أكتر رقم بتكلمه هو بتاعت خالتها. برضو طنط كريمة هي عمتي. هي أكتر صاحبة ليا. جروب العيلة اسمه فاميلي مختار. اسمه فاميلي حاجة مش عارفة. نانو المنت هي اللي مسميها. دي وانا تقريبا هاخد فيها صفر. اخر جملة ماما بتقولها لي قبل ما انزل من البيت هو هو باي. بقولها بحبك يا نانو او لا اله الا الله او خلي بالك من نفسك او يومك جميل. يعني اكتر جملة ممكن تقول اللي هو ننضفوا المكان بعد ما تمشوا عشان كل يوم بتقولها لنا. مش عارفة من عارفة ماما كانت بتعاقبني ازاي. ماما كانت بتقولي اروح لقطي واقعد 5 دقايق فيها بعد ما اطلع لازم اقول لها اسفة. مش عارفة مش بعاقبة والله. بعاقبها يعني انا عمري ما عاقبت ولادي او ساعات اخليها هي تختار العقاب. يعني هي لسه عامله حاجه من يومين فانا قلت لها اختاري العقاب بتاعك يعني. بس هي مش بعاقب يعني انا بقول كده وخلاص لكن يعني ما بتوصلش للعقاب. لو ماما قال لها 1,000,000 جنيه هتدي لها للناس اللي محتاجين قوي فلوس. 1,000,000 جنيه ايه؟ طب هطلع حاجة لله الأول عشان يعني ربنا يبارك فيهم. هطلع فيها حاجة لله وبعدين هعمل في حلم أنا نفسي قوي أعمله. هعمله بس مش عايزة أقول الحلم يعني بس هعمل حاجة في بالي أكيد يعني.